In our lives, trees play essential roles. People plant trees on Van Mahotsav day. We almost always have everything we need in forest. We get oxygen, medicine, food and other essential resources from forest. The purpose of this celebration is to raise awareness of the value of plants and to encourage reforestation. Thanks to all the students who participated in planting trees and for making the program successful. توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح.